في عصر يوم تاسوعاء، شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه ورد على رأس جيش كبير من الكوفة إلى كربلاء المقدسة، وجاب وياه رسالة من عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد. ابن زياد يقول للعمر في تلك الرسالة أنه بس ما تجيك رسالتي احمل على الحسين عليه السلام وأصحابه. زين، فعندما شمر ورد كربلاء المقدسة وقدم الرسالة إلى عمر ابن سعد، فصارت مشادة كلامية بينهما، بين ابن سعد وبين الشمر، ونتيجة الجيش الأموي اتحرك حتى يجي يحارب. القضية مفصلة، والإمام الحسين عليه السلام استمهلهم ليلة ونتيجة أمهلوه. فليلة عاشوراء هذول أخروا الحرب. زين، بعد ذلك في ليلة عاشوراء شمر اجي وراء الخيام وصاح نادى العباس عليه السلام وإخوته الثلاثة الآخرين، نادى أم البنين صلوات الله عليها وعليهم. شنو كانت القضية؟ القضية أن أم البنين من عشيرة شمر، فقبل ما يطلع شمر من الكوفة رايح عند عبيد الله بن زياد وماخذ رسالة أمان لأولاد أم البنين على أساس أن يقدم لهم خدمة من حيث الظاهر، وعلى أساس أنه يفصلهم عن الإمام الحسين عليه السلام من حيث الواقع، أنه خلي هذول الأربعة على الأقل ينفصلون عن الإمام وبعدين نعرف شلون ندبر القضية وياهم، شلون ننتقم منهم، بس هسه خلي هذول ينفصلون. فجاء شمر خلف الخيام ونادى العباس وإخوته عليهم السلام. هذول عرفوا الشمر، عرفوا الصوت أنه صوت شمر، كل ما نادى ما يعتنوا. الإمام الحسين عليه السلام قال لهم ليش متجاوبوا؟ مضمون الكلام. قال له ما نريد نجاوبه، هذا منو حتى نجاوبه؟ الإمام قال لهم لا جاوبوا، روحوا شوفوا شنو يريد منكم. فإجوا حتى يشوفون الشمر شنو يريد منهم. هذا النص شوفوا فقال، من قال؟ الشمر، أنتم يا بني أختي آمنون. بنو الأخت مو يعني حقيقة بنو الأخت، لا، يعني المرأة إذا كانت من عشيرة وراحت إلى عشيرة أخرى من حيث الزواج فهذه تسمى، أولادها يسمون بنو الأخت. فقال الشمر أنتم يا بني أختي آمنون فاتركوا الحسين وكونوا مع يزيد. فناداه العباس عليه السلام تبت يداك، قطعت يداك، لأن هذا جايب الرسالة بيديه مو هالشكل. العباس يقول إن شاء الله يداك
تقطعان، حتى بعد هيك الرسالة متنقل من مكان إلى مكان. تبت يداك وبئس ما جئتنا به من أمانك يا عدو الله. الشهادة هنا: أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة عليهما السلام وندخل في طاعة اللعناء أولاد اللعناء؟ أتؤمنوننا، يعني تعطون لنا الأمان، وابن رسول الله لا أمان له؟